بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد يتواصل فيه اللقاء بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ونرحب في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ. حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، لو بدأنا هذا اللقاء بأن تعرض لنا بعضا من أحوال السلف الصالح في رمضان، كيف كانوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحوال السلف الصالح كما هو معلوم من سيرهم ومن أخبارهم أنهم يجتهدون في عبادة الله في جميع حياتهم، ولا يخصون وقتا دون وقت بالاجتهاد، بل كل حياتهم اجتهاد في العبادة وطلب لثواب الله سبحانه وتعالى، فكل أوقاتهم عبادة، لا يضيعون شيئا منها في الغفلة والإعراض، حتى وهم يشتغلون في أمور الدنيا ويبيعون ويشترون ويفلحون ويزرعون أو يعملون أي عمل من أعمال الدنيا، لا يغفلون عن ذكر الله عز وجل وعن أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها. فجميع أوقاتهم مشغولة بالطاعات، ولا يضيعون شيئا منها بالغفلة والإعراض واتباع الشهوات، ولكنهم كانوا يخصون شهر رمضان بمزيد اهتمام لعلمهم بما فيه من الفضائل، ولحث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامه والمبادرة بالأعمال الصالحة فيه. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ويحثهم فيه على الاجتهاد في الطاعات، ويبين لهم مضاعفة الأجور، كما يبين لهم أيضا عظم أو غلظ الإثم في المعصية في شهر رمضان. فلذلك كانوا يحسبون لهذا الشهر حسابه، حتى روي أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم شهر رمضان. وقال بعض السلف: أدركت أقواما لا يزيد شهر رمضان من اجتهادهم شيئا. فهذا يدل على جدهم واجتهادهم في عبادة الله، لأن كل حياة الإنسان كلها صالحة للأعمال، وهي فرصة للأعمال. وفي يوم القيامة يسأل الله العبد عن عمره فيما أفناه، ولكن إذا كان العبد مستقيما على طاعة الله في كل عمره وفي كل أوقاته، ثم اجتهد في شهر رمضان، فإنه يكون زيادة أجر وزيادة خير، فهو غنيمة للمؤمن يتزود فيه من الأعمال الصالحة، وهو أيضا غنيمة للعاصي والفاسق بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستدرك ويتنبه لنفسه قبل فوات الأوان. الحاصل من هذا أن السلف الصالح كانوا يستبشرون بقدوم شهر رمضان، كانوا يجتهدون فيه، وكانوا يكثرون من الجلوس في المساجد، ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، وكانوا يقبلون على تلاوة القرآن فيه، وكانوا يتركون مجالس العلم التي كانوا يجلسونها قبل شهر رمضان، والدروس التي كانوا يلقونها في أيام السنة كانوا يتركونها ويقبلون على تلاوة القرآن وعلى العبادة في هذا الشهر، ويتفرغون فيه بحسب إمكانهم، يتفرغون
للتزود بالأعمال الصالحة. نعم، نسأل الله عز وجل من فضله العظيم. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن النية وتبيئة النية لصيام هذا الشهر، حكمه طبعا على النساء والرجال، وإذا كانت المرأة حائضا وتظن أو لا تدري ستطهر قبل طلوع الفجر أو بعده، فما هو يعني القول في مثل هذه الحالة؟ الصيام عبادة من جملة العبادات، والعبادات لا تصح إلا بنية. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العبادات لا تصح إلا بنية، والنية هي القصد في القلب، النية هي القصد والعزم الذي يكون في القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة، وإنما محلها هو القلب. والصيام الواجب من صيام رمضان أو النذر أو الكفارة، كل صيام واجب يجب أن ينوى من الليل، أن ينوى قبل طلوع الفجر، من أجل أن تصاحب النية الصيام في جميع أوقات النهار. فمن أصبح وهو لم ينو الصيام ثم نوى بعد ما أصبح ولو لم يكن أكل أو شرب، فإنه لا يصح صيامه، لأنه فات عليه جزء من النهار لم تصاحبه النية. أما النفل فإنه يصح بنية من النهار، بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام نافلة صح ذلك منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفريضة فلا بد أن تكون النية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، وغير ذلك من الأحاديث. والحائض لا صيام عليها حتى تطهر، فإذا طهرت، إن طهرت قبل الفجر بأن انقطع عنها الدم، فإنها تنوي الصيام ولو لم تغتسل، تنوي الصيام وتتسحر وتصوم ثم تغتسل بعد ذلك، لأنه ليس من شرط الصيام أن يكون الإنسان على طهارة. فإذا طهرت وانقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر تسحرت وصامت ثم تغتسل بعد ذلك. أما إن انقطع عنها الدم في أثناء النهار فإنها تمسك بقية اليوم، إذا انقطع عنها الدم في أثناء النهار فإنها تمسك في بقية اليوم وتقضيه بعد رمضان. نعم، بارك الله فيكم. البعض يتساءل، يعني عودا إلى مسألة النية وتبييتها، هذه النية كيف أعرف من نفسي أنني نويت للغد؟ هل يكفي مثلا القيام للسحور على اعتبار أن هذا هو القصد، وبالتالي فأنا قد نويت أن أصوم يوم غد؟ هل يكون هذا في كل يوم أم ماذا؟ نعم، النية في القلب، عمل قلبي. نعم، وتدل عليها القرائن، فإذا قام ليتسحر فقد نوى، قيامه وأكله هذا دليل على النية في القلب. وإذا عمل عملا يدل على نيته فإن هذا يكفي، لأنه لا يعمل هذا العمل ولا يقوم ولا يتسحر إلا بنية أنه سيصوم. وليس من لازم ذلك أن يجعل للنية صفة خاصة أو أن يتلفظ بها، ليس هذا هو المطلوب. كما ذكرنا أن النية عمل قلبي ومحلها القلب ولها علامات تدل عليها، فالإنسان إذا توضأ وقام ليصلي هذا دليل على نيته، إذا توضأ وذهب إلى المسجد ليصلي هذا دليل على نيته ولو لم يقل نويت. كذلك إذا قام في آخر الليل وتسحر وتهيأ للصيام فهذا دليل على نيته ولو لم يقل إني نويت الصيام. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وإلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بالشكر الجزيل على ما بين ووضح. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.